Nom nom nom. Pizza. حليب. تعال هون لبيتزا، بيتزا بتهرب مني، بيتزا بتهرب مني، لا تهرب يا بيتزا، لا قبل تهرب ما تكملوا الفيلم حبيت احكي لكم اني فتحت قناه جديده اسمها احمد ام 4، راح اصير انزل عليها افلام رائعه كثير كثير، الكل يشترك فيها بنزل عليها افلام خرافيه كثير كثير، بتلاقوا الرابط تبع هاي القناه تحت في صندوق الوصف او في الديسكربشن، الكل يدخل على هذا الرابط ويجي يشترك في هاي القناه، بتشتركوا في القناه مثل هيك، بتكبسوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وبتفعلوا جرس التنبيهات مثل هيك وبتحطوا على الكل او اول في الانجليزي وبس يا شباب انا عندي هسه 6 مشتركين قبل ما يجوا جيش ام 4 اكس 5 جيمر وجيش ام 4 اكس 5 خلينا نشوف بعد ما يجوا هذول الجيشين الكبار كثير كثير قديش وكم راح توصل هاي القناه قناه احمد ام 4 يلا يا شباب الكل يضغط على هذا الفيلم ويحط لايك ويكتب كومنت رائع مثله وبس يا شباب يلا مشاهدة ممتعة كملوا الفيلم لا تهربي لا تهربي يا بيتزا هذا كان كابوس كابوس مرعب جدا جدا كانت البيتزا قاعدة تهرب مني في داخل الحلم يا الله عادي عادي المهم انه عندي بيتزا بيتزا انا كلارنس انا كلارنس بحب البيتزا خليني اكل بيتزا 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 يا سلام يا سلام انا هو كلارنس وانا بحب البيتزا كثير 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 يا سلام يا سلام خليني بدي اسوي مثل هيك وافتح الثلاجة شوفوا ايش بداخل الثلاجة تبعتي شوفوا كيف واو بيتزا كله بيتزا انا بحب البيتزا كثير كثير يا سلام وحي هون في شوكولاتة وفي هون حليب لان كثير كثير بحب الشوكولاتة وحليب يا سلام يا سلام خليني بدي اطلع فوق انا عايش في هذا الكوكب الخرافي وهي الدنيا راح تصير صباح مثل ما انتم شايفين هاي الشمس قاعدة بتشرق يا سلام اي صارت الدنيا شمس يا سلام يا سلام اطلعوا الكوكب تبعي كوكبي لونه اخضر رائع جدا جدا وهي كوكبي من الداخل اطلعوا كيف كوكبي من الداخل كيف منظره منظره كثير كثير رائع هاي انا اطلعوا كيف صورتي وانا قاعد كنت قاعد بشوف التلفاز هذا وانا كنت طلعوا ما اجملني زميلي كثير 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 شو هذا عيب عيب يلا يلا خليني اطلع فوق قبل شوي شكلي شفت كوكبين اوه كوكب لونه اسود وكوكب لونه ازرق واو كوكبين جداد رائعات كثير كثير خليني بدي اروح بدي اجيب بلوكات وبعدين اوصل لعند هذولاك الكواكب لاني بدي يصير عندي اصدقاء جداد لو رحت عليهم يا الله خلينا ندور على بلوكاتي وين البلوكات تبعوني ايه لا هذول مش بلوكاتي هذول البلوكات ولا هذول خلينا اشوف هون داخل الخزانه ما في اشي داخل الثلاجه ما في اشي هون 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 ما في اشي ما في اشي ما في اشي ما في اشي وين اوه اي البلوكات تبعوني طلعوا هون موجودات خلينا بدي اطلع مثل هيك وبعدين بدي اروح عند الكوكب الازرق او الكوكب الاسود مين بتتوقع اروح اول يا كلارنس فكر يا كلارنس فكر يا كلارنس فكر يا كلارنس اوه عرفت اي واحد بدي اروح عند الكوكب اللي لونه اسود خلينا اوصل له طريق مثل هيك ومثل هيك يلا بدي اتعرف على اللي بداخله لانه اللي داخل هذا الكوكب راح يكون رائع يلا 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 يا كلارنس وصل الطريق وصل الطريق لعند الكوكب الاسود يا سلام وصل الطريق اين وصلت يا سلام يلا يلا مين بتتوقع داخل هذا الكوكب وقبل ما ننزل على الكوكب لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لاني بحب المتابعين كثير كثير بحب البيتزا كمان يلا خلينا انزل وي صديقك كلارنس صديق سوما انا سوما تيريري هي انت لساتك تتكلم مثل هيك طبعا كنا في المدرسة مع بعض
نعم يا كلارنس، انا بحبك كثير كثير يا كلارنس. انت لسه بتحب البيتزا؟ تفضل هاي بيتزا. اوه بيتزا بيتزا بيتزا، والله ما توقعت انك لساتك موجود. لما ابوك ضربك وبدك لمكان ثاني انا فكرتك راح تموت، بس طلعت بضلعك للكوكب تبعك هذا. انا عاقبوني وودوني لكوكب اللي لونه اخضر لاني مشاكس كثير كثير. انت كمان ودوك على الكوكب لانك مشاكس؟ طبعا لان المشاكس ودونا على الكوكب. واو صورك رائعة، هاي الصور تبعتنا، هاي المدرسة تبعتنا في الكرة الارضية. هوني ما عندنا مدرسة احنا. طلع كيف منظر، اكيد طلع. تتذكر هاي البنت لما انا قصت لها شعرها؟ نعم عشان هيك انا احنا كنا مثل المجانين قاعدين متفاجئين. نعم نعم. إيه؟ وانت منظرك رائع. دب واو، انا بحب الدببة، بحب الدببة كتير كتير. هذا الدب عنيف، هذا الدب عنيف. خد لك بضربني هذا الدب. انزل يا دب، خد لك هاي يا دب. ايه صار ضربني هذا قوي الدب. يا الله طلع اصابع رجلي. ما بضربك يا صاحبي، يلا تعال تعال جرب جرب، حس عليه. هاي هاي ضربني راح اموت. حس قلب واحد انا. يا الله طب خد كل كل. يا الله راح اموت، اعطيني. ايوه يا سلام جولدن ابل مطوره، بحب الجولدن ابل. مرحبا يا دوب، مرحبا يا دوب، مرحبا يا دوب يا دوب يا دوب، مرحبا يا دوب يا دوب. هي يا صديق سوما سوما، اعطيني كمان جولدن ابل، اعطيني كمان جولدن ابل. خذ لك هاي، خذ لك هاي. يا سلام اعطيني جولدن. ايه شو هاي؟ واو هاي اسد لبؤة. واو انت عندك حديقة حيوانات يا سوما. شكرا. يلا يلا خلينا نسوي مثل هيك. يلا مرحبا يا دب. الدب شكله مات. والله مات، بس هي اجى بداله. يلا يلا موت يا دب، موت يا دب. لا 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 لا. إيه يا دب يا دب يا دب، انا بحبك يا دب. ايه هذا قوي الدب تبعك، قوي هذا الدب، راح اموت. اكيد قوي. اسد الاسد دقتني الثاني. موت موت موت. ايوه مثل هيك ومثل هيك. يا يا سوما يا سوما بطلبوني، قاعدين اطلع فوق اطلع. يا الله خذ هاي راس الدب. يا الله انا بحب الدب، بحب الدب كثير كثير. شفني وانا كنت قاعد بلعب معاه. واو هاي راس الدب. يا سلام تعال شوف الكوكب تبعي هذا. نعم لا خلصت يا روح. ايه وين بدك تروح يا سوما؟ امي عندها، حكت اللي لازم اروح على طبيب الاسنان. يا الله انا بكره وبخاف منه كثير. يا ام والله طبيب الاسنان بخاف من منظرك هو. طلع انت شايف منظرك مثل كوع النملة. يا الله لازم اروح على دكتور الاسنان. يلا مع السلامة يا كلارنس. مع السلامة يا سوما. مع السلامة. باي. هيا راح صديقي سوما مثل ما انتم شايفين. يا الله والله. لا 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 لا. ايه شو هالصوت سامعين؟ والله صوت غريب كثير كثير. لا 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 لا. طالع من هذاك الكوكب. تعال. ودور ورور ورور. واو خلينا اوصل لعند الكوكب اللي لونه ازرق. يلا يلا. إيه؟ إيه؟ مرحبا. ايه انت كلارنس؟ نعم انا كلارنس. جيف. مرحبا يا جيف. واو. يلا يلا تعال تعال يلا توصل لك انا كمان اوصل لك. يا سلام يا سلام صديقي جيف. إذا لعندي صديق زف، صديقي زف، صديقي زف، صديقي زف، صديقي زف، صديقي زف. مرحبا يا واو بلوكات رائعة. نعم هاي اسمها أنتي بلوك. واو بلوكات رائعة جدا جدا. واو واو خرافية. شوف الكوكب تبعك من داخل كيف منظره. الكوكب تاعي. واو كوكب زف، الكوكب رائع يا زيف. شكرا. واو كوكب رائع جدا جدا، كوكب رائع جدا جدا. يا سلام يا زيف انت فكرة انت لانك انت مخترع كثير كثير. بدنا انا وياك نخترع اجنحة رائعة جدا جدا. خليك بالكوكب تبعك، اخترع اجنحة. لازم ننزل من كواكبنا لانه عاقبونا امنا وابونا. بدنا نخطط كيف بدنا نسوي اجنحة. اجنحة اكيد. يلا.
بدي اصنع الاجنحة. كيف بدك تجنحهم؟ من اصابع النعام؟ لا، من السمك، من السمك. تعال هون يا سمكة، تعال هون يا سمكة. مسكتك مسكتك يا سمكة، مسكتك. اوه واي، في هون عصفور، هاي في هون عصفور، تعال هون يا عصفور، بدي اخذك. عصفور؟ هاي في هون الريش. ايوه السمك، سمك بدي السمك، خليني اخذ السمك. ايش صار معك؟ يلا جمع جمع، سوينا اجنحة. يلا هيني قاعد بجمع عشان اسوي اجنحة. انت بدك تطير كيف مثل النعامة؟ النعامة ما بتطير هي، يا زف يا غبي، انت مخترع ولازم إيه؟ تعرف كل هذا الكلام. طب الدجاجة بتطير ولا بتبيض؟ مضحك جدا انت. يلا تعال هون يا سمكة، وهي العصفور مسكته واخذت الريش تبعه. 20 ثانية بكون جاهز. انت اكيد وانا بدي اكون جاهز. ايه هاي لقلق بدي امسكه عند فريشه مثل هيك. اوه كفو عليك يا صديق الزف. يلا ايش بدي اعطيني من هذول البلاج؟ اوه حط عليها صمغ كمان. اكيد طلعوا. ايش هذا؟ ايه عصير واقع على الارض. نسيت امبارح شربت عصير. خليني اشرب. انت بتعرف ان العصير قاتل؟ نعم بعرف، العصير عصير لذيذ، عصير ليمون. خلينا اشرب عصير ليمون لذيذ. يلا هيني جيت انت، هيني اخترعتها انت. لا والله ما اخترعتها، بس قتلت الاسماك بالغلط والعصفور. خلص راح اعطيك انا الاليت، راح اعطيك اياها. واو شكرا لك عشان نروح على الملاهي. اكيد انا جاهز، اكيد سكن خلص بلا ملاهي بلا بطيخ. يا سلام يلا يا صديقي الجيف، يا صديقي الجيف. نعم. يا سلام، وينك يا صديقي؟ هيني اجيتك. يلا هيني على الكوكب. وينك؟ هيني تعال ننزل على الكوكب تبعك من الداخل وبعدين نشوف الالترا تبعتك. اكيد يلا شوف. اجنحة بوم بوم بوم. واو اعطيني واحدة. واو اجنحة رائعة جدا. اعطيني فاير وورك. سيب بيتزا. هاي بيتزا. يا سلام. ما بدي بيتزا. اصنع لك فاير وورك. طيب ماشي خليني اصنع الفاير وورك. ايه تفضل فاير وورك. سهل خلص بكفي. يا سلام يلا انا وياك نروح على الملاهي. يا سلام يلا على الملاهي. وين الملاهي يا سلام وين الملاهي قدامنا؟ يا سلام واو، بدك تركب في هذا الملاهي؟ اكيد بدي اركب في الملاهي. يا سلام يلا يا زف، خلينا نلعب. العب العب، انت مخيفة. واو انت طالع فوق، طلع كيف منظرك رائع. اكيد بس انا خايف. خلاص انت العب فيها. طيب ماشي. هاي اسمها الموت. اسمها مركبة الموت. انا بحب الملاهي كثير. وي مرعبي. يا سلام انت خايف مش قادر تنزل عندي؟ اكيد خايف، انا ما راح انزل انا مرعبة. لانك طفل صغير ما بتخاف من الجميع. يا سلام انا العب مش خايف لك. بس هاي اسمها مرعبة، هاي اسمها قطار الموت، انا بخاف من الموت. صديقي سوما لو انا موجود كان كمش كف نساك. شو اسمك؟ يا سلام، بدي اكل اشياء لذيذه. خليني بدي اطلع. انت لذيذ؟ اكيد انا لذيذ، بحب اللذيذ. طب اشتري كاندي. بدي اشتري هالكيكه. خنم كل كيكه، كل فطائر وتفاح. بتحب الكاندي؟ اكيد بحب الكانديز. يلا خلينا ندور وين في كانديز. مونستر. أيوه. ماسكس. طلع وين في اقنعة للمهرجين وللخطيرين. يا سلام. انت بتحب المهرج؟ نعم انا بحب المهرج. مهرج مخيف. هاي كانديز، خلينا اكل كانديز. هاي كانديز كمان هون. يا سلام. يا سلام. اوه هاي في هوني ايس كريم، بدي ايس كريم على فانيلا. يا سلام فانيلا. نعم ايس كريم على فانيلا. يا سلام، انا وصديقك لا جيف بدنا نظلنا اصدقاء للابد. وبس يا سلام. بو الحمد لله. واو.